لا يطفئ ظمأ الصائم في رمضان في العراق إلا قدح من شربة الزبيب الذي تتسابق موائد الأسر العراقية لتقديمه خلال الشهر الفضيل. أحد أهم المحلات التي تقدم هذا الشراب في الموصل هو دكان الحاج عبد رشيد، الذي يعتبر من أقدم صناع شربة الزبيب في العراق منذ عام 1962. هذه المهنة أخذتها أباً عن جد، اعتبر أنا وأخوتي بالموصل من أقدم الناس بالشربة، وبغداد حتى زبالة. أما أكو ناس اشتغلوا معانا عملوا محلات الله يسهلهم، أسماء لامعة ساحلين بالموصل. يبدأ الحاج أحمد صباحاً عملية صناعة الشربة بتنظيفه وغسله بشكل جيد، ثم تصفيته لتبدأ بعدها مرحلة الطحن ثم النقع. بالنسبة للشربة هذا نجيب الشيء من العود الحاجة غلبينه، مثل ما شفتي قبل شوي بالتصوير غسلته مرة مرتين ثلاثة لحد ما آخر ما سحبته قدام عينك الماء يشرب، ينقع لمدة ساعتين أو ثلاثة بحيث لا قوي ولا ناعس. يعني إذا قوي بالماكينة يعلس، وإذا كان ناعس ما يطلع. فبعد ما ينطحن مثل ما شفتي قبل شوي بالتصوير النعناع أسار حنضيفه ثلج ويظل على باكر الصبح، باكر بأربع الصبح يصفى. لأن عندي بالعلم جملة، وعندي بجيارة، عندي بالحمام، عندي بالشرقاط. ويقول الحاج أحمد أحد أبناء الحاج عبد رشيد إن ما يميز شربة الموصل هو النعناع المضاف إليه، والذي يترك لمدة 24 ساعة، ما يعطيه نكهة مختلفة تميزه عن غيره. اختصاص شربة أهل بغداد والجنوب ما يخلون نعناع، هم يسمون بطنج، ما يخلون عندنا بالموصل. احنا عندنا نخلي النعناع فيطلع اطيب. فجماعه بغداد ما عم يخلي النعناع ساعه زمان صفين، احنا نخليه على 24 ساعه لثاني الصبح. ويبقى حب هذه المهنه هو ما يميز محلات ابناء الحاج عبد رشيد، الذين يعتبرونها ارثا عائليا يتناقلونه ويتنافسون على جوده مشروباتهم، والتي يسعد بها الصائمون ويشربونها بعد دعائهم بقبول طاعتهم.